السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف على كيفية الحصول على شهادة معلم خبير من مايكروسوفت إن شاء الله. هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها. الخطوة الأولى هي الانضمام إلى مجتمع مايكروسوفت إيديوكاتور سونتر، سوف نتعرف على ذلك. الخطوة الثانية هي الحصول على شارة ماي، يعني أستاذ معتمد من مايكروسوفت، وذلك باجتياز بعض الدورات التدريبية والحصول تقريبا على 1000 نقطة. الخطوة الثالثة هي إنشاء مقطع فيديو مدته دقيقتان أو عرض باستعمال برنامج سوي، فهو برنامج مثل بويربوينت يقدم أو يعطي واحد التعريف بسيط على الأعمال التي قمت بها داخل المؤسسة مع أصدقائك الأساتذة أو مع التلاميذ، والبرامج التي اشتغلت عليها، برامج مايكروسوفت التي اشتغلت عليها كسكايب أو مايكروسوفت تيمز أو فورمز أو ماينكرافت، يعني جميع البرامج التي استعملتها في التعليم مع التلاميذ أو تقاسمتها مع أصدقائك، إلى جانب الشواهد المحصل أو الشهادات المحصل عليها. إذا أول خطوة سوف نتعرف عليه الآن. الخطوة الأولى هي الولوج إلى موقع إيديوكاسيون مايكروسوفت الذي نلجه بنفس حساب وزارة التعليم، ثم نأتي إلى هنا فورماسيون. الخطوة الأولى هي الانتماء إلى مجتمع مايكروسوفت والحصول على 1000 نقطة. فورماسيون كور، هنا سوف نجد مجموعة من الدورات التدريبية لنحصل على النقط اللازمة للترشح. كما تلاحظون فهناك مجموعة من الدورات التكوينية، وكل دورة تكوينية لها عدد معين من النقاط. سبق لي وإجاز بعض الدورات التكوينية، سوف أرى مثلا هذه الدورة. إذا كما ترون فإنها إن اجتزت هذه الدورة ستحصل على 500 نقطة. إذا نضغط على كومونسي لو كور، ثم عندنا مجموعة من المجزوءات كما تلاحظون هنا على اليسار. نقرأ هذه المجزوءات ونجد أحيانا بعض الفيديوهات، ثم عندما ننتهي من هذه المجزوءات نمر إلى الامتحان، فهو كما تلاحظون 5 أسئلة، ثم نجيب على هذه الأسئلة وبعد ذلك نحصل على شهادة هذه الدورة وعلى النقاط 500. ثم نذهب إلى دورة تكوينية أخرى، نذهب إلى دورة تكوينية أخرى لتكملة 1000 نقطة أو أكثر، يعني كلما حصلت على عدد كبير من النقاط فهو أمر جيد جدا. بعد ذلك نأتي إلى البروفايل الخاص بنا، مون بروفايل، ثم سنجد الدورات التكوينية التي اجتزتها. كما تلاحظون جميع الدورات التكوينية. للحصول على الشهادة نضغط على هنا افيشي لو ديتاي اي لو سيرتيفيكا، ثم افيشي لو سيرتيفيكا، ثم تظهر لنا الشهادة كما تلاحظون جميع الشواهد. من الأفضل أن نقوم بنسخ هذه الشواهد ونضعها في ملف خاص على الحاسوب، لأننا سوف نحتاجها إن شاء الله في العرض لنبين أو لنعرف بالشواهد التي تحصلنا عليها. كما تلاحظون جميع الشواهد. نضغط على أفيشي لديتاي، ثم نقوم بنسخ الشهادة بالضغط على امبريمي ايكرون ووضعها مثلا في بويربوينت، ثم نجمع هذه الشواهد على شكل صور لنضعها في ملفنا او في عرضنا الذي سوف نقدمه على السوي. بعد ذلك ناتي الى هنا بروغرام دونسينيون انوفون مايكروسوفت، ثم ناتي الى اكسبير، نضغط هنا. ثم نضغط على هذا الرابط
لترشيحنا. الآن حصلنا على النقاط، الآن سوف نمر إلى الترشيح، يعني وضع ملف الترشيح. ثم نأتي إلى هنا Common CEC، ثم نقوم بملء هذه المعلومات. يعني يكفي أن نقوم بإدخال نفس رقم الحساب الخاص بالتعليم، ثم نفس المدباس، نفس الرقم السري، ثم نضغط على سوميتر. بعد ذلك نقوم بملء هذه المعلومات الشخصية، العنوان، المؤسسة، البريد، ثم نقوم بالضغط أو التشطيب على هذه المربعات، ثم نضغط على Continue. بعد ذلك نلج إلى هذه الصفحة كما تلاحظون، نحن الآن في الخطوة الثانية، ثم نضغط على Ajouter une nouvelle autonomisation. ثم نختار سيليكسيوني اكسبير مايكروسوفت انوفاتيف ادوكاتور، نضغط او نختار هذه هنا في الاولى، نضغط او نقوم بالتشطيب على هذه الدائره، ثم نضغط على كونتيني. بعد ذلك ناتي الى هنا الى هذه الصفحه، إذن أول شيء مطلوب مني، يعني من يقرأ هنا سوف يعرف المطلوب. أول شيء مطلوب مني هو أن أقوم بوضع جميع الشواهد أو النقاط المحصل عليها في الدورات التدريبية، أضعها هنا. كيف يتم ذلك؟ سوف نأتي إلى بروفايل الخاص بي في مايكروسوفت، إذن سوف آتي إلى البروفايل الخاص بي في مايكروسوفت، مون بروفايل، ثم أنزل إلى هنا إلى الأسفل، إكسبورتي مي دوني، كونت إكسبورتي مي دوني، يعني هذه المعلومات الشخصية، الشواهد المحصل عليها، سوف أقوم بتصديرها إلى الحاسوب على شكل PDF، ثم سوف أقوم بتحميلها على الوان درايف، ثم مشاركتها أو مشاركة مشاركة. إذن آتي إلى هنا Export مي دوني، أقوم بتصدير هذه المعلومات والشهادات المحصلة عليها إلى الحاسوب الخاص، ثم بعد ذلك أقوم بتحويلها الى اقوم بتحميلها على الوان درايف، واقوم بمشاركة العنوان الالكتروني، اقوم بمشاركة العنوان الالكتروني، يعني كنبارطاجي هاد لي دوني هادو اللي قمت بالتحميل ديالهم على الوان درايف، ثم بعد الحصول على العنوان هذه المعلومات أقوم بنسخه هنا، أقوم بنسخه هنا، يعني من بعد ما كنبارطاجي الليان ديال هذا الوان درايف الخاص بالشهادات المحصلة عليها، كنبارطاجي هنا، ثم أمر إلى الخطوات الموالية. J'ai obtenu mon badge Microsoft Innovative Educator sur le Microsoft Education Center. نعم، أضغط وي. Lien vers votre profile Facebook. يعني البروفايل الخاص بفيسبوك نقوم بنسخه هنا. أيضا الخاص بتويتر. أيضا الخاص بلينكدين. أيضا أدريس ميل associé à votre compte Acclim. سوف نرى ذلك، سوف ندخل جميع الخانات التي فيها نجمة حمراء، يعني ضروري أن نقوم بملئها. هذه الخانات المتعلقة بالبروفايل كما تلاحظون فليست هناك نجمة حمراء، إذن ليس بالضروري. فيما يخص هذا الموقع أكليم يعني فهو ضروري جدا،
فهو الموقع الذي ستصلون إن شاء الله فيه الشهادة. كما تلاحظون فهو هذا الموقع، نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بإحداث حساب خاص فيه في هذا الموقع، حساب خاص، ونضع صورة خاصة لنا في هذا الموقع، ثم نقوم بمشاركة بروفايل خاص بنا على هذا الموقع كما تلاحظون. نقوم بمشاركة البروفايل الخاص بنا، تجدونه هنا في الأسفل، نقوم بالضغط عليه ونسخه. ونسخه هنا، فضروري هذا الموقع أقليم، يعني ضروري. بعد ذلك نقوم بملء الخانات الأخرى، لادغيس ايميل دو فوتخ ايكول أو اورغانيزاسيون، يعني ضروري أننا نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمدرسة. أو خاص بمثلا مدير مؤسسة أو بأستاذ مؤسسة، أو بريدك الإلكتروني، أو صفحة مثلا صفحة المؤسسة. ثم بعض الأسئلة هنا، كيل فوتخ رول يعني في المؤسسة، كنختار الدور ديالي في المؤسسة التي أشتغل بها، التلاميذ الذين أتعامل معهم أو أشتغل معهم يعني يتراوح سنهم بين كذا وكذا. ثم أوفيس 365 هل يوظف في المؤسسة؟ نعم. فوتخ إيكول utilise tel Microsoft Teams؟ oui. avez-vous utilisé Microsoft Teams؟ oui. utilisez-vous Microsoft Forms؟ نعم. est-ce que vous élèves utilisent OneNote؟ نعم. يعني نحاول نشتغل مع التلاميذ ديالي بجميع هذه الأشياء، وأقوم بإشراكها بصور لكي أضعها إن شاء الله في ملف سوي. vous élèves et vous utilisez les bloc-notes؟ quel appareil sont utilisé dans votre école؟ كنجاوب على هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك أمر إلى سوي، العرض الذي سوف أقوم به على سوي. إذن سوي نجده ضمن الخدمات التي يقدمها مايكروسوفت أوفيس 365 كما تلاحظون سوي. ثم نقوم بالضغط عليه، ثم نقوم باختيار نوفو سوي. ثم نقوم بالكتابة وإدخال الصور وجميع الأشياء التي قمنا واشتغلنا عليها. هنا كما تلاحظون يمكن إدراج صور أو مجموعة من الصور، فيديو صغير إلى غير ذلك. سوف أشارككم الملف الخاص بي. كما تلاحظون فهو على سوي، وسوي لا يتم تحميله، فهو يشتغل مباشرة على الإنترنت. المعلومات الشخصية، ثم الإجابة على الأسئلة التي يطرحها أو طرحها برنامج مايكروسوفت. Pourquoi vous considérez-vous comme un expert Microsoft innovative éducateur؟ يعني كتم الإجابة على هذه الأسئلة، ونقوم بإدراج ملفاتنا الشخصية. نعم، كما قلنا برنامج سوي هو الذي سوف نجيب فيه عن الأسئلة الأربعة الضرورية التي طرحتها مايكروسوفت. هذه الأسئلة هي: لماذا تعتبر نفسك خبيرا في تعليم مايكروسوفت المبتكر؟
المبتكر. يعني هنا سوف نجيب عن هذه الأسئلة بعد تقديم تعريف بسيط واحد التعريف بريزونطاسيون لك أنت كأستاذ وبعض الصور والشواهد التي حصلت عليها. ثم بعد ذلك نمر للإجابة على الأسئلة. دائما كما تلاحظون نضيف الصور أو مجموعة من الصور تكست نصوص إلى غير ذلك، كل شيء يمكن إضافته في السوي. ثم للتعرف على العرض نضغط على ليغ، ثم نبدأ بالإجابة على الأسئلة. السؤال الأول ثم السؤال الثاني. صف كيف قمت بدمج تقنيات مايكروسوفت بطرق مبتكرة في فصلك الدراسي؟ يعني مثلا اشتغلت على سكايب أو فورمز أو مايكروسوفت تيمز، نقوم بالتقاط صور مع المتعلمين بعد الموافقة، أو نقوم بنسخ صورة الحاسوب يعني إذا تضمنت بعض المشاركات أو الاشتغال اللي اشتغلت به في تيمز أو على برنامج فورمز أو سكايب. أي شيء قمت به أقوم بتوثيقه ثم أضعه هنا على شكل صور، إضافة إلى الصور التي حصلت عليها كما قلت لكم سابقا. فيمكن أن أقوم بنسخها على حاسوبي، وضعه على الحاسوب مثلا كما تلاحظون نسخها. هذه الصور جميعها أقوم بتحميلها وإنزالها على السوي، ضروري هذا الأمر، يعني أقوم بإنزالها على السوي، فهي شهادات على أنني أعمل ببرامج مايكروسوفت. ثم بعد ذلك عندما أجيب على جميع الأسئلة الأربعة، كيف أثرت إيجابيا على التعلم؟ إذا أصبحت خبيرا في مايكروسوفت إنوفاتيف إكسبير فكيف تأمل أن يؤثر ذلك على دورك الحالي؟ يعني بعد الإجابة على جميع هذه الأسئلة نقوم بالضغط على بارتاجي، أولا التأكد من هذا العرض هل هناك أخطاء، هل كل الأمور هي على ما يرام. ثم الضغط على بارتاجي، ويجب أن أضغط هنا، يجب أن يكون هذا البارتاج بوبليك، يعني أن أضغط على هذه العلامة الأخيرة توت بيرسون ديسبوزون دان ليان، ثم كوبي، ونعود إلى الاستمارة ونضغط هنا. ثم نضغط على ميتر أجور. ميتر أجور، وبذلك نكون قد قمنا بوضع ملف ترشحنا للحصول على مايكروسوفت إنوفاتيف إكسبير. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.